ايه الفرق ما بين الثانوي 3 سنين والثانوي 5 سنين. فده ان شاء الله الموضوع بتاع النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في كل مكان، طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أولياء الأمور، كل الحبايب اللي متابعين قناة مستر أحمد علي المصري، أهلا ومرحبا بكم. الحقيقة في موضوع مهم جدا إن شاء الله النهاردة هنتكلم فيه، زي ما هو باين من العنوان بتاعنا بتاع الفيديو، الفرق ما بين صنايع ال3 سنين والصنايع ال5 سنين. لأن الحقيقة ناس كثيرة اتكلموا في الموضوع دوت وكانوا بيسألوا مش عارفين ايه الفرق ما بين الاتنين. فطلبوا مني يا مستر لو سمحت ممكن حضرتك تقول لنا ايه الفرق ما بين الثانوي 3 سنين والثانوي 5 سنين. فده ان شاء الله الموضوع بتاع النهارده. والحقيقه الموضوع هيبقى نقاش، مش زي كل مره ان احنا بناخد المعلومات على طول، لكن هيبقى فيه زي نقاش كده، والموضوع يعني ايه هيبقى ودي شويه يعني. بس ان شاء الله قبل ما نبتدي بقى ما ننساش اللي مش مشترك في القناه يشرفنا بالاشتراك ويفعل زر الجرس، وما تنساش بقى لايك عشان الفيديو يوصل لناس كتير. تمام. طيب مبدئيا كده بعد تالتة اعدادي في ناس بتفكر تخش ثانوي عام، في ناس بتفكر تخش صنايع، ناس عايزه تخش تمريض، ناس عايزه تخش السياحه والفنادق. واحنا الحمد لله عملنا مجموعه من الفيديوهات جميله ان شاء الله تستفيدوا منها، ضمه يعني مدارس كتير مختلفه يعني في مختلف المجالات زي ما يقولوا. طيب نرجع بقى للموضوع بتاعنا الاساسي، يعني هي ترى صنايع 3 سنين ولا صنايع 5 سنين؟ يا مستر انهي الافضل، او ايه هو الفرق ما بين الصنايع 3 سنين او الصنايع 5 سنين؟ مبدئيا كده صنايع ال3 سنين والصنايع ال5 سنين اول فرق ما بينهم في الدرجات. يعني ايه؟ يعني سيادتك في ثالثه اعدادي جبت درجه كبيره بتخش الثانوي ال5 سنين، الصنايع 5 سنين. طب لو جبت درجه قليله شويه بتخش صنايع 3 سنين. يبقى اذا الدرجه بتفرق. لو مثلا على سبيل المثال بعض المدارس اللي هي الصنايع ال5 سنوات بتاخد من حوالي 250 درجه، وفي 240 وفي 260 وفي 270 على حسب دي الايه الصنايع ال5 سنين. اكيد بالنسبه لل3 سنين ممكن بقى تاخد 220، ممكن تاخد 210، وده برده مرتبط بكل محافظه، لان يا جماعه التنسيقات بتختلف من محافظه لمحافظه، عشان بس ما نجيش نعمم ونقول الصنايعي بتاخد من 260 ده مش على مستوى جمهوريه مصر العربيه، لا ده في محافظات، في محافظه تاخد 260، 255، 258 على حسب. فكل واحد يعرف منين الافضل، تشوف اقرب اداره ليك وبتشوف الايه المدرسه اللي انت عايزها وبتاخد من كام. تمام. يبقى اول حاجه صنايع ال5 سنين بتاخد من مجموع كبير، صنايع ال3 سنين بتاخد من مجموع قليل. خلصنا من اول نقطه؟ خلصنا من اول نقطه. طيب الحاجه بقى ديت او النقطه دي اللي بتاعت الدرجات هتاخدنا لتاني نقطه. هي يا مستر تاني نقطه نوعيه الطلبه اللي هتبقى معاك في المدرسه. غالبا اللي بيخش صنايع 5 سنين غالبا بيبقى حاطط في دماغه ان هو يخش كليه، زي ما ان شاء الله ايه احنا هنقول دلوقتي الكليات بتاعه ال5 سنين ايه والكليات بتاعه ال3 سنين ايه. يعني هو بيبقى حاطط في دماغه ان هو يخش كليه مثلا زي كليه الهندسه، يخش كليه زي كليه التربيه، يخش كليه تعليم صناعي، يعني حاطط في دماغه الكليه. يعني ايه حاطط في دماغه كليه؟ يعني هيذاكر، يعني غالبا النوعيه بتاعته تبقى كويسه، خصوصا ان المدارس دي بتاعت ال5 سنين بيبقى في اجراءات قبل ما تخشها، بيبقى في اختبارات، بعض الاختبارات كده بتتعمل ومقابلات شخصيه عشان يشوفوا الراجل اللي جاي ده، الطالب اللي جاي ده اخباره ايه، دماغه في التعليم ولا هو جاي وخلاص. فطبعا في بعض الاختبارات اللي بتتم، وده بيساعد على تنقيه الطلبه اللي بتخش هذه الايه هذه المدارس. يبقى انت لما تخش صنايع 5 سنين بعد المجموع الكبير اللي ممكن يبقى عامل زي الثانوي العام، بيخش معاك نوعيه من الطلبه بيبقوا صراحه يعني الى حد كبير بيبقوا كويسين، لانه عايزين يكملوا كليات. تمام. الحاجه اللي بعد كده بالنسبه للصنايع 3 سنين، انت بتخش 3 سنين صنايع 3 سنين والسلام عليكم، انا خلصت على كده، خدت دبلوم فن صناعي خلاص مفيش مشكله. طب اللي يخش 5 سنين يبقى عامل حسابه ان هو هياخد 5 سنين، ما يجيش يقول ايه انا هاجي في سنه رابعه وأريح دماغي على كده، هقف لحد سنة رابعة، إيه رابعة دي ما تنفعش.
انت دخلت صنايع 5 سنين، يبقى سيادتك تكمل ال5 سنوات عشان في الاخر برضه تاخد الدبلوم بتاع صنايع 5 سنين. يبقى دخلت 3 لازم تكملهم، دخلت 5 لازم تكملهم. وان كان في بعض المعاهد وبعض المدارس زي المجمع التكنولوجي في الاميريه، واتكلمنا عنه في فيديو برضو، ده انت ممكن تخش، يعني هو عباره عن 7 سنين، بعد ثالثه اعدادي 7 سنين، 3 سنين لو عايز تخلص 3 سنين مفيش مشكله، يبقى معاك دبلوم. طب عايز اكمل كمان سنتين مفيش مشكله، يبقى فوق متوسط، اكمل كمان سنتين يبقى معاك بكالوريوس، يعني ممكن تكمل ال7. يبقى هو هنا ده متقسم، ده النظام بتاعه. يبقى انت برضو شوف المدرسه بتاعتك نظامها ايه، وان كان غالب ال5 سنين انك لازم تقفلهم وتكمل للاخر. يبقى ده الفرق اللي ايه اللي بعد كده. يبقى قلنا فرق المجموع، فرق نوعيه الطلبه نفسها، انك في ال3 سنين لازم تكملهم عشان يبقى معاك دبلوم، ال5 سنين برضو لازم تكملهم عشان يبقى معاك الدبلوم، برضو نفس الايه نفس الحكايه. طيب في بقى الحقيقه حاجه جميله قوي حصلت في محافظه السويس. ايه هي؟ ان محافظه السويس فتحت باب التقديم للطلبه اللي هم في الثانوي الصنايع 3 سنين، ممكن يقدموا في السنة والصنايع 5 سنين. يعني ايه؟ هم اصلا في السنة والصنايع 3 سنين، خلصت 3 سنين زي الفل. طب انا عايز اكمل يا مستر، يعني نفسي اكمل، انا صراحة حبيت التعليم الحقيقة، دخلت صنايع حبيت التعليم قوي، مفيش مشكلة كمل. فتحت باب التقديم لصنايع 5 سنين، يعني يروح يكمل 4 و5. ده في محافظة السويس. كل واحد طبعا يسأل بقى، شوف المحافظة بتاعته النظام ده موجود ولا لا، لان دي بعض الاستثناءات ممكن تديها المحافظه الايه للطلبه. فده حصل في السويس، الاولاد بعد ما دخلوا 3 سنين، في ناس حبت تكمل، اللي خلاص ما حبش يكمل مفيش مشكله. طب في ناس حبت تكمل، خلاص اللي حب يكمل دوت مفيش اي مشكله، كمل يا عم 4 و5. وعلى ما اتذكر ان هم قالوا الفلوس اللي هيدفعوها بعد كده يعني 600 جنيه في السنه، ده كانت قبل كده يعني، ممكن تكون زادت شويه، 600 بقى في سنه رابعه و600 في سنه خمسه وهكذا. ده اللي عايز يكمل، مش عايز تكمل خلاص زي الفل تمام. يبقى ده الفرق اللي قلناه ايه بعد كده. طيب نيجي بقى لحاجه ثانيه مهمه جدا جدا جدا، اللي هي دخول كليه الهندسه. من الاخر يعني ال5 سنين انت تفوقت في سنه خمسه تخش هندسه على طول، حاطط رجل على رجل مفيش مشكله. طيب 3 سنين، لا 3 سنين يا باشا محتاج تعمل معادله. يبقى هنا بتاع 5 سنين يكسب في الموضوع ده، ان هو داخل 5 سنين فتفوق فيهم، تفوق في سنه خمسه ده الاهم، تفوق في سنه خمسه يخش على طول على هندسه. بتاع سنه ثالثه بقى لازم يعمل ايه؟ لازم يعمل معادله، عشان عايز يخش كليه هندسه يعمل معادله، او ممكن يخش بقى معهد سنتين ويتفوق في سنه ثانيه في المعهد يخش هندسه، او يعمل معادله ويخش هندسه، يعني كده كده هيكمل الخمسه. يعني سيادتك يا باشا عايز تخش هندسه يبقى لا مفر من ال5 سنين، لازم انت واخد بالك. بالنسبه للمواد الدراسيه تقريبا واحده، يعني المواد اللي هنا هي المواد اللي هنا. وانا على القناه هتلاقي في فيديوهات خاصه بالاقسام بتاعت الصنايع، مستقبل الصنايع، الحاجات دي جميله وهتفيدك ويعني هتثقفك في المجال ده، طالما انت ناوي تخش الصنايع اعرف انت داخل على ايه، ده مهم جدا يعني. طيب بالنسبه للاقسام برضو زي المواد تقريبا ما بتختلفش يعني، الا ممكن بقى تلاقي في مدرسه فيها قسم مش موجود في مدرسه تانية وهكذا، بس التوتال المعظم موجود في كل المدارس يعني. اللي زي ايه بقى الاقسام ديت؟ زي ميكانيكا، المركبات بحريه، كهرباء، النسيج المعماري، الخشبي، زخرفه، المعدني، ملابس، تريكو. دي الاقسام بتاعه الايه الثانوي الصناعي. تمام برضه عشان تبقى انت داخل وعارف ايه الدنيا ماشيه ازاي. وطبعا افضل الاقسام الكهرباء والميكانيكا، لان في بعض الكليات بتختار الايه القسمين دول ومجالهم واسع قوي في الشغل كمان يعني، فدول يعتبر اعلى قسمين يعني. تمام. في ملحوظه مهمه بس يمكن ما قلناهاش يعني، خاصه بمحافظه السويس. الطلبه اللي هم 3 سنين صنايع وعايزين يخشوا على ال5 سنين يعني كملوا 4 و5، لازم يكونوا جايبين في سنه ثالثه 70%، ماشي كده، يكون جايبين 70% وسنه ما يعديش ال 22 سنه في 1/10 في السنه بتاعت التقديم. خلاص كده، دول بس ايه شرطين مهمين عشان يبقى ايه الامر ايه الامر واضح برده بالنسبه لحضراتكم يعني. طب ايه بقى الكليات اللي ممكن طالب ثالثه ثانوي صنايع يخشها؟ ولو انت اول مره تشاهد القناه شرفني بالاشتراك ودوس لايك، وما تنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد.
طب ايه بقى الكليات اللي ممكن طالب تالتة ثانوي صنايع يخشها؟ في الحقيقة في كليات كتير، يعني زي كلية الآثار، كلية التربية، الاقتصاد المنزلي، التعليم الصناعي، البرنامج بتاع التعليم التبادلي بالسياحة والفنادق، والمعظم بياخد من كل التخصصات يعني، إلا طبعا الاقتصاد المنزلي بياخد تخصص ملابس جاهزة ونسيج وجلود وبدائلها، تمام كده. بالنسبة للآثار بتاخد ترميم معماري، ترميم آثار، ترميم دقيق وهكذا. يبقى هنا بعض الأقسام مهمة جدا لما تلتحق بيها في الثانوي عشان لو عايز تكمل كلية، تمام. وزي ما هو في كليات أنت بتاخدها وأنت واخد الصنايع 3 سنين، في برضه معاهد فنية صناعية زي معهد المطرية، معهد بنها، الزقازيق، بورسعيد، حاجات كتير يعني. وفي طبعا المعاهد الفنية للري والصرف والمساحة زي اللي هو في المطرية وأسيوط وقنا، ده ما بياخدش إلا من قسم معماري أو قسم زخرفي. اتفقنا كده؟ يبقى لو انت عايز تخش معهد فني للري والصرف والمساحه اللي هو في المطريه او اسيوط او قنا، لازم تكون قسم ايه؟ معماري او قسم زخرفي، تمام. في طبعا بقى يعني شله من المعاهد كده بس بمصروفات، معاهد خاصه بمصروفات، دي موجوده في كل حته يعني، ما فيهاش اي مشكله خالص يعني، تمام؟ ممكن تخش برضه حاجه تانيه، جامعات تكنولوجيه. يعني انت خدت صنايع 3 سنين، ممكن تخش جميل. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا، جامعة بني سويف، تمام كده. دي بتاخد من كل التخصصات، مفيش اي مشكلة يعني. وفي بقى معاهد هندسة خاصة بتاخد من 75%، يعني انت واخد صنايع 3 سنين وعايز تخش هندسة، خش معهد هندسة خاص، ده بس لازم تكون جايب برضو 75%. او في معاهد خاصة عالية زي ايه، زي ادارة الاعمال، ده بيقبل برضو من 60%، تمام كده. اعتقد احنا لمينا الموضوع بتاع اللي هو الثانوي بالنسبة للثانوي الصنايع 3 سنين يعني، لان في ناس كانت بتسأل هو ايه الفرق بين ال3 سنين وال5 سنين. خلاص احنا قلنا ال3 سنين وقلنا الكليات كمان بتاعته والجامعات اللي ممكن تخشها. اما بالنسبة بقى لل5 سنين، انا في وجهة نظري افضل بكتير يعني، انك انت ممكن ان شاء الله ربنا يوفقك سنه 5 تتفوق وتخش هندسه على طول زي ما قلنا. في طبعا لسته من الكليات بقى الكتيره والمعاهد اللي ممكن تخشها من الثانوي صنايع 5 سنين، زي ايه؟ زي كليه الهندسه، دي على راس القايمه طبعا، فنون تطبيقيه، فنون جميله اللي هي فنون، وفنون جميله عماره، وكليات تعليم صناعي وتربيه نوعيه عين شمس وبنها والمنصوره وحاجات كتير، كليه اقتصاد منزلي، كليه زراعه، البرنامج التبادلي بكليه السياحه والفنادق، كليه الاثار، كليه حاسبات ومعلومات. لا لا لا، هيصه هيصه كبيره قوي يعني. بالاضافه طبعا للجامعات التكنولوجيه اللي احنا قلناها اللي ممكن يخشها اللي هو ايه؟ بتاع 3 سنين، فاكر ولا لحقت نسيت؟ احنا لسه في الفيديو اهو مع بعض، ماشي كده. اللي هي بقى الجامعات التكنولوجيه في القاهره والدلتا وبني سويف، والمعاهد الهندسيه الخاصه والمعاهد الخاصه العاليه، نفس الحكايه برضو بمصروفات وكل شيء يعني. انت ممكن تخش زي طبعا صنايع 3 سنين، بس طبعا انت تمتاز عن ال3 سنين، انت ك5 سنين في الصنايع يحق لك انك تخش لسته كبيره من الكليات والمعاهد الحكوميه، ولو حبيت تخش مصروفات اهلا وسهلا، مفيش مشكله يعني. خلاص، يبقى احنا كده بس حاولنا ان احنا نلم الموضوع بتاع الثانوي 3 سنين وال5 سنين. ولو انت بقى عايز تفصيلات اكتر عن المستقبل الصناعي ال5 سنين او الاقسام بتاعته، هتلاقي الفيديوهات موجوده. لو عايز حاجه عن السياحه والفنادق برضو والمستقبل بتاعها والاقسام بتاعتها، هتلاقي ان شاء الله الفيديوهات بتاعتها موجوده. طبعا ده مستقبلك، لازم تبتدي صح وتفكر صح عشان ان شاء الله النهايه بتاعتك تبقى صح. لحد هنا الفيديو بتاعنا انتهى، وربنا يوفقكم كلكم كده بنين وبنات، الناس اللي عايزه تخش 3 سنين واللي عايزه تخش 5 سنين، اللي عايز يخش اي مكان، ربنا يوفق الجميع وكل واحد يخش المدرسه اللي هو عايزها، وبعد كده ان شاء الله يخش الكليه اللي هو عايزها. ما تنساش بقى الاشتراك وتفعل زر الجرس وتشارك الفيديو، ما تنساش كمان الايه؟ اللايك، عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ربنا يوفقكم. كان معكم مستر احمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.